مباراة بتجنن. أول شيء هارد لك لأخواننا فريق المغرب، وألف ألف مبروك لأخواننا الأشقاء الجزائر، ومبروك لمصر اليوم فوزهم على النشامة فريق بلادنا. الأردن أدى مباراة قوية. لا ما شاء الله ما قصروا، كانت حلوة المباراة ممتازة، وإحنا جينا نشارك الفرحة للجزائر إن شاء الله بيستاهلوا. الحقيقة مباراة اليوم الكل يتحدث أنها مباراة نهائي مبكر، تكافؤ وكرة على الأرض ومباراة سريعة وقوية، كل شيء كان فيها. صحيح، كل المباراة كانت متكافئة، في قوة، في هجمات مرتدة، في سرعة في اللعب، ولكن بآخرتها فوز وخسارة، فهارد لك نعم. مستمتعت بالمباراة جدا استمتعت، يعني شكرا لكم. شفت الفينال؟ الفينال ها؟ الفينال تونس والجزائر. انت ترى الفينال تونس والجزائر؟ اكيد، لكن الفينال ما زال في الملعب. لا خلاص حسم الامر. لا خلينا كمل. خلينا انت حسمته بمزاجك، لكن عندك مباراة قطر والجزائر وتونس ومصر، من يحسم المباراة في الملعب؟ هم اللاعبون. مصر كل مشوات الرسمية لعبتها مع تونس ولا كسبت. لا انت هذا التاريخ، هي احكي لك على التاريخ، والتاريخ ماشي يساير يعني. لا سؤال انا اسالك سؤال، انت ضامن مباراة مصر؟ ضامن مباراة مصر؟ ما اكيد ضامن. يبقى عندنا رجال، عندنا رجال. ضامن مباراة قطر؟ قطر والجزائر راح تكون صعبة، لكن الفوز إن شاء الله راح يكون المنتخب الجزائري. طيب المنتخب القطري جاء من بعيد مثل ما يكون. نعم نعم. الصديق بيتكلم عن إنه ضامن. نعم. في حد يضمن مباراة؟ ما فيش حاجة مضمونة، لكن في الملعب هو راح يكرر. يعني اليوم هل أنت كجزائري كنت تتوقع إنه المنتخب الجزائري؟ نعم. يفوز. والله الصراحة يعني كانت من المقابلة متكافئة، ما كنتش حتى أن المنتخب الجزائري راح يفوز يعني، لكن كنت 50-50% حسمتها، وحتى في الملعب يعني وكان اللعب متكافئ، لكن اللاعبين أدوا معاليهم والحمد لله في الأخير كان المنتخب الجزائري. شكرا لك. تفضل. السلام عليكم. مناصر جزائري واخي مغربي. هذا احنا اخوات والله خليني اقول لك باش ما توجهناش. لا ما حدش بوقف. والله ما حدش بوقف. بس اي حبيبي المقابلة كانت مقابلة صعبة من أولها، مقابلة صعبة، مقابلها تلعب على حيثيات صغيرة، اللي يسجل هدف في آخر لحظة ويسجل يربح ويفوز ويروح. أوكي، أشكر من هذا المنبر، نشكر قطر على التنظيم مش الرائع، الأكثر من رائع. أوكي، واللي فاز راح يمثل شمال أفريقيا، شمال أفريقيا، وبلدنا الثاني راح نلعبه ضده اللي هو قطر، والفائز هو اللي راح ياخذ الكاس. انا فقط اردت ان اوضح ما اردت ان اقوله، انه الفريقان متكافئان. صح. صح في اللاعبين. صح في حتى في الشوط، في الشوط على الـ على الـ على المرمى كانت 10-10 لغايه انتهاء الوقت الاضافي. الفرص تقريبا، الاهداف هذا سجل والاخر يتعادل، وبالتالي نحن كنا امام نهائي. نهائي صح، كان نهائي قبل الاوان. هذا هو النهائي، كان مفروض يكون هو النهائي. نعم. بس القدر خلينا نلعب الماتش في اخر لحظه. بردانه مسكينه. حضرت المباراه يعني، لعبنا ربع النهائي قبل النهائي. يعني مبروك للمغرب. الله يبارك. ومبروك للجزائر. مبروك لنا الاثنين ان شاء الله. ومشكورين، ومره ثانيه نشكركم على التنظيم الرائع. نعم. صحراء طبعا، قالت لك صحراء مغربيه. شكرا. خلينا في الكره، نحن هنا في الكره والرياض. نتكلم في الكره، احنا بنتكلم في الكره. هي كانت مباراه كثير قويه. يعني كل بالنسبه للفريق المغربي لعب كثير، بس يعني الحظوظ في الاول في الاخر الكره بتكون حظوظ. نعم. المنتخب المغربي، انا شاهدت المباراه ومن شاهد المباراه، منتخب المغرب ومنتخب الجزائري فريقان من كواليتي او من نوعيه عاليه جدا. حسمت المباراة ضربات الترجيح فقط. مزبوط. إيه. لا ما شاء الله الصراحة شرفوا بينا، حتى الجزائر تبارك الله لعبت مزيان، وحتى المغرب الصراحة كانوا كيسجلوا علينا وكنا كنردوا، كانت مباراة في المستوى، وحنا ولو خاسرين نقولوا مبروك. لا ما فيش خسارة، الخسارة هي ضربات ترجيح. اي صح. مزبوط. صح. بس الحمد لله، الحمد لله خرجنا مشرفين بلادنا، هذا هو الأهم. نعم. الفريق المغربي فريق كبير، بنون بن شرقي، يعني مجموعة كبيرة وعمو تقدم عليهم. صحيح مضبوط، بس في كيف ما نقول احنا وروح الرياضية، احنا والجزائر نبقى خاوة. نعم. هذا كلام جميل. الجمهور الجزائري والمغربي كان رائعا وراقيا. هو لعبوا يعني لعبوا كم ماتش، لعبوا مزيان، وداك لعبوا مزيان، وكانت محاولات كثيرة في التسجيل.
رغم انه الكره ما كانتش اليوم حبانا كثير. لا الكره كانت حابه المغرب وهقول لك ليه. بدليل احنا ما سجلناش كثير. بدليل انه احنا ضيعنا كثير محاولات كانت كثير حلوه وكانت ضيعت وصد انس طلع كرتين من المرمى. صح بس يعني اليوم ما لنا حظ. لا هارد لك ما ان شاء الله. الحمد لله كل شيء داز مزيان وكان تنظيم في المستوى زعما والمنتخب ان شاء الله تكونوا موجودين في النهائي. ان شاء الله يا رب. شكرا. المنتخب راضي عن المنتخب اليوم؟ لا ما راضيش عن المنتخب لانه احنا 40 سنه واحنا بنحاولوا دائما بيلعبوا في الدور الاول بيكونوا ماتشات حلوين بعد الدور الثاني ممكن بيسيبهم غرور لا مش لاعب المنتخب. اي هارد لك للمنتخب المغربي. بالك مصنف من اقوى المنتخبات ينقصه حكيم زياش. لا مش فرق كبير بين المنتخب لا فرق كبير بين المنتخب الرديف والمنتخب الاول نتاع المغرب. منتخب الرديف منتخب بطوله يعني منتخب بطوله بطوله ضعيفه. منتخب جزائري كان في مستوى. خطه المنتخب الجزائري ما شاء الله يعني طلعت ضربات ترجيح. ضربه ترجيح. المنتخب المغربي كان بيربح في الدور الاول باربعه صفر يعني فرق كبير بين المنتخب يقابل الجزائر. لا منتخب جزائري ما شاء الله عليه يعني هم كمان عندهم لاعبين محليين ولاعبين يلعبون في الدوري القطري مش او الدوري الخليجي. بس الحمد لله. انا شايف انه منتخب التوفيق للمنتخب المنتخب الجزائري وديما خاوه ديما خاوه. اجمل ما في المشاهدين اجمل ما في الكلمه ديما خاوه يعني دمنا اخوه. هذا الكلام شو يعني صح الجزائريين والمغربيين وهذا الكلام دي. والله احنا اخوه في الاخر. احنا في كره القدم بعيدين عن السياسه. احنا جد متاثرين بالهزيمه ولكن في الاخر الهزيمه ضربات الترجيح. الحمد لله على كل حال. هارد لك للمنتخب الوطني المغربي هو حظ اوفر للمنتخب الجزائري ان شاء الله. ونتمنى الكوب عرب لقطر ان شاء الله. لقطر تحضر المباراه اكيد نشجع قطر بعد المره ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا شباب. كما قلنا قبيله الافضل هو اللي غادي يربح ديما واخا خسرنا واخا ربحنا غادي نبقاو خوت. والف مبروك للمنتخب الجزائري. لكن المنتخب المغربي شوف الروح الرياضيه العاليه اللي عندك. كنت تقول المنتخب المغربي أدى أداء راقي جدا جدا جدا. لا بغض النظر على الأداء ديالو هو أداء مخالف اللي كان في الدور الأول ولكن لعب الجزائر. لا الجزائر لعبت عنا وتقدمت عنا وبصحة وبصحتكم. ألف بصحة الجزائر. تحية لكم. مبروك للمنتخب الجزائري وهارد لك للمنتخب المغربي اللي قدم مباراة قوية. صحيح ضربت الحظ روبرتو باجيو لاعب كبير وضيع. احنا نستمتع في المباراة واستمتعنا. ومباراة انا شخصيا استمتعت. وشعارنا احنا خاوة خاوة وهذه بطولة عربية في دوحة قطر والحمد لله الامور دازت على خير وبخير. والجميل كانت راقية في المدرجات. كنتمناو التنظيم كيف ما قال الاخ التنظيم كان على اعلى مستوى. كنتمناو هذه البطولة هذه تختتم في هذا الجو الاخوي والمونديال ان شاء الله يكون اكثر من رائع. وشكرا صراحه ريمي هذا خلي ريمي معليش ويا ريمي خلاص مش عاوز نتكلم ساعه. يلا ثانك يو ريمي. صراحه المباراه كانت فيها جزئيات فكما كان كلشي كيتوقع بانه الجزئيات الصغيره هي اللي فازت. مبروك للمنتخب الجزائري الشقيق. هارد لك للمنتخب المغربي وان شاء الله المره الجايه. شكرا. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر هذا القناة هذا وتنشكر وتحياتي لأخي والأصدقاء اللي في المغرب. مبروك للجزائر. أنا سوري. نحن الروح الرياضية ونهني للجزائر نحن الفوز. نتمنى يستحقق في المونديال. شكرا لك. المنتخب أنتم شجعتوا الجزائر اليوم. نعم. المباراة كانت متكافئة ولم يحسمها إلا ضربات الترجيح. أبدا كانت مباراة متعادلة. وجميلة جدا. كرة حرة وأخلاق رياضية عالية كانت عالية. وما كان في لا الفاولات ولا في حتى لاحظنا مثلا يوسف حتى الجمهور بين اللعيبة وشفنا الأخلاق كان الأخلاق كانت التعاون الأخلاق الرياضية كانت عالية. انبسطتوا جدا 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 دي المباراة الثانية إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله. مبروك على الجزائر. مبروك على الجزائر. المباراة الثانية قطر. مبروك للجزائر. مبروك علينا. وهذا لك المغرب لعبوا لعب جيد جدا والحمد لله الفائز الكرة العربية في الأخير. نعم. وإن شاء الله الماتش الجاي مع قطر. نعم. إن شاء الله الفوز لينا إن شاء الله. ان شاء الله المباراه في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا من حقك كجمهور انك انت تتمنى. هات ابنك ابني تعال مكشوف ليه.
مين افضل لاعب عجبك في منتخب الجزائر؟ بليلي. مش ياسين يعني؟ ولا عشان الهدف بتاع بليلي من نص الملعب. بليلي ذكي يعني وسجل في الدوري قطر نفس الاهداف. المنتخب المغربي عجبك مين في الملعب؟ ما اعرف. ما شفتش لعيبه عجبتك؟ ما اعرف لعيبه. لكن استمتعت. المغرب والجزائر خاوة خاوة. يا عيني يعني يا عيني يعني شوفوا يا جماعة يعني كل جمهور المغرب والجزائر، المغرب والجزائر خاوة خاوة، نحن أشقاء في منتهى الرقي في على الأراضي القطرية. شكرا لكم شباب. أيضا الجماهير المغربية والجزائرية يعني بهذا كما ترون الآن الكل قادم، الجزائريين والمغاربه. طب شيل التليفون عشان نكلمك. انا عبد العظيم. انا يا عبد العظيم. هو معايا على الهواء يا عبد العظيم. مش وقته يا عبد العظيم. ايوه. كيف شفت المباراه؟ مباراه والله كانت متكافئه. ما عبد العظيم بيقول لك مبروك. احنا ما عندناش مشكل يعني الجزائر المغرب. لا يعني لا لا انا اقصد اقول لك عبد العظيم ولا بيشكي لك من المنتخب؟ لا كنا بس نتكلم يعني على المستوى تبع المباراه. والله مستوى انا شخصيا مستوى عالي. مستوى أنا عالي. كنت سعيد بالمباراه. وانا ما كنت شوف المغرب كان في تذبذب في المستوى في الاول لكن دارك الموقف. ولكن اخواننا تفضل كمل. اخواننا الجزائريين يعني كان في المستوى حتى هم كان اليوم واليوم كان يومهم. انت تعرف هذه ضربات ترجيح. اجمل ما رايته انا شخصيا الجمهور. صح. الاثنين شوف. لا صراحه لحظه غير مقبول انه كل واحد يتكلم عن التاني. انا شخصيا رايت أيوة. ان الجمهورين رائعين. انت طرف محايد. نعم. كانوا الاثنين جمهور رائع وراقي. كانوا هنا وهنا. لا الاثنين كانوا وسط الملعب. لا خلينا نتكلم بحياد. الاثنين كانوا في المستوى. نعم انا احييك. كاين روح رياضيه. نعم. كاين روح رياضيه بين الجماهير. كاين الاحترام. كانت مباراه كويسه. كانت مباراه كويسه لما اصيب. صفق له الجمهور. كانت مباراه متكافئه ولكن الحظ مع الجزائر. فيها الكلمه اللي انتم بتقولوها دائما الجزائر والمغرب. روح رياضيه خوا خوا حنايا. تحيه الله يوفقهم ان شاء الله. والكره في الكره في الادوار المقبله صنعت الايه صنعت له خوا ولمتنا دائما. موفقين دائما. موفقين يا شباب. المنتخب الجزائري مبروك. شكرا. احنا فرحانين بالنجاح لينا وايضا اخواننا المغربيين لعبوا مليح في المباراه. سلام على الرقي. سلام على الرقي. دائما هذه الكلمه كما نقول سلوك رياضي راقي جدا اليوم. كيف شفت المباراه؟ مليح. ها مباراه كانت ممتعه. منيح. نعم كانت ممتعه. شفت هدف بليلي؟ ها هدف يوسف بليلي من نصف الملعب. شفتي الهدف الثاني؟ الهدف الثاني كان استمتعتي؟ استمتعتي. نعم. مبروك. شكرا. مبروك المنتخب الجزائري المنتخب المغربي. هارد لك. السلام عليكم. مرحبا اخوي. راضي عن المنتخب المغربي رغم المنتخب وصل الى اقصى حاجه ضربات الترجيح. صح. بس قدم علي. صح. كيف شفت المباراه؟ مباراه كثير حلوه. مزيانه. انا اسعد لما الناس تعطي حق اللاعبين لم يقصروا. هي مساله حظ بس حد. هي نهائي. كنا ممكن احنا نفوز وممكن كانوا هم يفوزوا. صح. هو نهائي. صح. صح. شوف حد ثاني. مبروك للجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تفضل. تعال ممتاز. احنا الاثنين يا مرحبا. في التالي احنا خوا خوا. يا سلام. والله الشعب شعب مغربي وجزائري متلاحمين مع بعض. انا بس الرساله دائما الرساله دي رساله كرويه. هو المقابله في منتصر وفي خاسر. المقابله كانت قويه من الجانبين فكان فيه لعب متبادل هجوم دفاع لعب مفتوح حتى الاهداف هذا يسجل وهذا يعادل فانبسطنا كثير فرحنا كثير وكانت الفرجة والفرحة هي المنتصر الأكبر لأنه نحن في النهاية خاوة خاوة سلوك راقي ورائع جدا من المغرب والجزائر. المباراة والله بصراحة كان تكافؤ في المستوى في اللعب. الجزائريين كانوا مهارة فردية أكثر وأنا كان هنأ الشعب الجزائري وإن شاء الله راح نشجع حتى النهاية إن شاء الله. يا عيني على هذا سلوك راقي جدا. يعني أخ مغربي يقول نحن سنشجع الجزائر وأنت ترد عليه تقول له إيه؟ والله نهنئ الفريقين. هذا نعم. نهائي قبل أوانه. نعم. أقوى مباراة في الكأس. ده حقيقي. هنيئا للفريقين. نعم. نحن إخوة والنعارات الجاهلية خليها جانبا. هنيئا لنا ولهم وإن شاء الله الكأس جزائرية. الكأس جزائرية. انبسطت؟ يلا عبد الرحمن. أول مرة يروح الملعب. لا وسعد عبد الرحمن. سعدت بالمباراة. شوف المباراة. يعني أكيد فرجنا مباراة قوية ومبروك المنتخب الجزائري على هذا الانتصار.
ان شاء الله في بطولات قادمه نتمنى المنتخب الوطني ان شاء الله يساير ويكاب ان شاء الله البطولات القادمه، وان شاء الله ليش لا ان تكون ناخذ الكاس في ان شاء الله. ان شاء الله عرض لك، عرض لك. شكرا. المنتخب ما عندناش مشكل، كيف ربحنا احنا كيف ربحناه وكيف ربحوهم احنا خاوه خاوه، ماشي مشكل. وسلافا كدابه، شكرا. وكان شويه عياء بالنسبه للاعيبه عندنا، وكان ديفو ديال الجول، الجول ديال نادي الزنيتي ما كانش يخرج كاع نهائيا. لا يعني لا يعني انا بس ترجم لي بالراحه كده، لان انس انقذ المغرب. لحظه لحظه، انس انقذ المرمى من هدفين محققين، صح؟ ناس بتتفرج على المباراه. لا لا بس ولا بس البيت اللي دخل البلايلي. الهدف اللي دخل في الاخر هذا، والله هذا صعب. احنا كنا نفوز، والله كان المفروض نفوز على الـ على الـ على الجزائر، بس الحظ الحظ في ضربه. انا عاوزك سؤال اقوى. انا بقول لك انه الناس بتتكلم اقوى فريقين هم الجزائر والمغرب في البطوله. هذا نهائي مبكر، طبيعي ان يفوز فريق، وحتى الفوز جاء بضربات الترجيح. انا هل هذا أنا قصدي يعني قصدي ما كان المفروض المغرب يوصل لضربه الترجيح. كان قصدك يفوز، كان المفروض يفوز قبل ما يوصل ضربه الترجيح. ضربه الترجيح هذا حظ يعني. الجزائر ولا المغرب عادي واحد فيهم يفوز في الاخر، يعني احنا اخوه. احييك وهارد لك. حبيبي اول شيء مبروك للمنتخب الجزائري وهضرك المنتخب المغربي. بس الشوط الاول بصراحه المنتخب المغربي كان غائب تماما، مش موجود ابدا. المباريات اللي فاتوا المنتخب المغربي كان منظم من اول بدايه المباراه. تمام، بس الشوط الاول كان غائب تماما غير الحكم. المنتخب الجزائري كان افضل في الشوط الاول. الحكم الشوط الثاني رجع المنتخب المغربي، بس لحظه هذا حكام اجانب. بصراحه المنتخب المغربي ما كانش في المستوى اليوم بصراحه. السلام عليكم. لا لحظه معلش المباراه كانت. لا لحظه يا اخي، بس خليني اكمل. تعرف الظلم؟ عارف الظلم، عارف كلاعب المغرب. المباراه كانت قويه، المنتخب الوطني بدل كاع اللي في جهده، واللعابه بانوا في واحد الحله اللي جيده في الملعب، وبدلوا كاع اللي في جهدهم، وهذه هي الكره. فهمت؟ هذه الكره. الجزائر مبروك الجزائر. 1-2-3 فيفا الجيري، 1-2-3 فيفا الجيري. المنتخب الجزائري يفوز على شقيقه بعد مباراه ماراثونية صح. متساويه متكافئه. متساويه صح. كيف شفت المباراه؟ فظيعه كانت. كصعبه صعبه. استمتعت بالمباراه؟ شجعت المنتخب الجزائري؟ طبعا. جزائر. الجزائر ايضا المباراه كان فيها روح رياضيه عاليه صح. صح. الحكم هو الروح الرياضيه. اخوه اخريتها شعب واحد. شعب واحد. وان شاء الله يعني هالبطوله بتجيب وتجمع العرب كلنا ان شاء الله يا اخي. يعني هذا الكلام الجميل اللي بيبني عليه، اللي هو ان هذه البطوله جمعت العرب. والله جمعتنا يا اخي. نعم. والمفروض يعني نشوف ان شاء الله بطولات مثل هذه. يعني احنا كم من بطوله شفنا؟ 9 سنين لم تقابل بطولة. شفت كيف؟ والله حرام. والله حرام. إحنا المفروض. وكلمة بقى بالتنظيم والاستادات، ماذا تقول؟ ما سمعتك والله أخوي. التنظيم والاستادات. لا ما شاء الله ما شاء الله يا أخي، إيش هذا يا زلمة؟ بدون سؤال. وراح تلقاه. وراح تلقاه. أحسن ما يكون. كنت عاوز تقول كلمة. لا لحظة. كنت عاوز تقول شيء عن التنظيم. لا بقول التنظيم كان جدا. الدوحة يعني. والتنظيم صراحة كان ممتاز يعني، ملاعب، منشآت. مواصلات كان يعني الكل يعني ممتاز صراحة. مبروك للجزائر. مبروك للإخوة الجزائريين. مبروك للمنتخب الجزائري. يعني كانت مباراة كنت لا كنت منه أن الفريق المغربي يربح. الحمد لله إن شاء الله نعوضها في كأس العالم إن شاء الله. وأصلا قال الحكم يعني كان ظالم المنتخب المغربي بزاف، تحيز المنتخب الجزائري بزاف. لا ده رأيي الشخصي. لكن الحمد لله تبقى الصحراء مغربية. لا هذا الكلام غير مقبول. لا غير مقبول منك أنت حتى رأيك. لحظة أنا لن أسمح إلا بالكرة فقط. بنسى وشارك معنا في الرياضة. أهلا وسهلا. كلمة الكرة الخير في قطر وياخذون الكاس وإحنا مع قطر. لا. كيف شفت المباراة؟ والله الصراحة يعني المباراة قوية. أنا عاوز أسمع لو سمحت. المباراة قوية جدا وخطيرة، لكن الصراحة الحكم ظالم يعني. ظلم. طيب خليني لا لحظة عشان بس الكلام على عواهنه. لحظة، حكم برازيلي عنده. لحظة بس خليني أكمل كلامي. 5 حكام في الفار موجودين يا جماعة، خلونا نتكلم بس عشان نرد على بعض. أنا مش مع الحكم ولا ليه لا ناقة ولا جمل، لكن أنت قلت شيء عشان بس أنا ننطق الكلام. الحكم محايد والفريقين عربيين والحكم ليس له مصلحة. سؤال الآن،
كل القرارات الحكم يعود فيها الى الفار كمثل اي مباراه حدثت في كاس العرب. البلنتي كان فيها تسلل ولا لا؟ يا يعني انت افضل من خمس حكام جالسين في الفار؟ سؤال. والله لا يعني لا انت هذا رايك. لا واضحه المباراه لعبت لها جزئيات صغيره. يعني لا بس لحظه كلا فريقين. سؤال بس عشان قبل الحديث كلا فريقين لعبوا الزميل يقول بيتكلم عن الحكم والفار وغيره. انت كمغربي هل ترى انه الحكم له مصلحه زي ما هو تحدث؟ ما لهوش مصلحه. شوف مصلحه غير موجوده في هذه المباراه هذه، ولكن كلامه صح، رايه كيف يبغى هو رايه كل واحد حر في رايه. طيب خلينا نذهب لكره القدم. في بعض المباريات تحيز الحكم ولكن المباراة في الأخير طبعا مغلوب. المباراة كيف تبعت المباراة؟ أنا شفت المباراة طبعا كل المباراة كاملة. مش مشكلة خاوة كان بقى في الأخير. المباراة لعبت لجزئيات بسيطة، لعبوا في الأخير. السؤال تمام، كل الأهداف والكرات اللي جت والفريقين أدوا ما عليهم ولا؟ أكيد مباراة حلوة انتهت انتهت أكيد، وما يبقى فينا الحال في هذه المباراة. هذه أحسن مباراة في البطولة. أهم حاجة طلعت مباراة حلوة ممتازة وفي الأخير كم خاوة. ده كلام جميل. أنت قلت كلمة إنه أحسن مباراة، وفعلا أحسن مباراة والله أحسن مباراة بالنسبة للطرفين. وكان في يعني طبيعي لازم فريق يفوز ويخسر في مباراة أكيد أكيد، هذا الدور ربع النهائي لابد أن يخرج فريق وأن يصعد فريق. يعني خسرنا بالضربات الجزاء يعني بضربات الحظ يعني بيكون. إيطاليا خسرت كأس العالم. أيوة صح. الترجيح. البرازيل خسرت بضربات أنا أقصد يعني هذا يحدث في كرة القدم، لكن عندما يقصر فريقك تكون حزين، لكن فريقك أنت شفت فريقك. والله الفريق كان في يعني في المستوى وكانوا فريق قوي وكان يعني من المرشحين للفوز بالكأس. المشكل ترى كان مشكل في تغييرات المدرب، يعني كان لازم يدخل رحيمي في الأشواط في الشوط الأول صراحة. يعني لاعب ممتاز ويعطي مساحات ولاعب عنده سرعة كثيرة، يعني كان ممكن يخلق فارق، بس المشكل أنه تغيير جاء متأخر. عرض لك الفريق الجزائر تستاهل الفوز اليوم. إحنا كان عندنا شوية نقص في تاكتيك وتستاهل الجزائر الفوز صحة وراحة، وإحنا ما عندناش مشكل كيف الجزائر كيف المغرب. إحنا اللي مر فينا عادي. ممتاز، وهذا رأي راقي والله. تستاهل الفريق الجزائري يعني بكل صراحة، يستحق الفوز لأنه ضغط حتى المغربي ضغطوا، يعني الواحد لازم يعني يفوز. فاحنا كعاطفه وكذا هارد لك يعني في الدور. هارد لك للمغرب ومبروك للجزائر. يا سيدي احنا اخوان كلنا عرب، واين احنا من فلسطين يجينا نشجع الجزائر. والف مبروك لفريق الجزائر العظيم صراحه، قدم لعب رائع جدا والمغرب اليوم والمغرب ادى احلى كمان من المباراه. فان شاء الله ما في فرق من اللي كسب بالاخر، كلنا اخوان وحبايب. الف مبروك للفريقين. الف مبروك للفريقين، والفريقين لعبوا بمنتهى استمتعوا. اهم شيء بما انكم محايدين، انا شخصيا كمحايد وانا محايد انا رايتك في الاخواننا المغربيه قدموا لعبه رائعه جدا. صراحه انا كمشجع تونسي صراحه رحت تفرجت استمتعنا بالمباراه. الفريقين الاثنين التوب صراحه نتاع اللعب، الاثنين يكونوا هذا المفروض يكونوا في النهائي. هو نهائي مبكر، هذا نهائي مبكر صراحه، ولازم كانت الا الضربات الجزاء هي اللي تنهي المباراه. هي مباراه كاس، لا لانه صراحه العدل انه ضربات الجزاء هي اللي تنهي، لانه سبحان الله في كل الاحصائيات. شوف ارجع للاحصائيات، الشوط متساويين، الشوط متساوي، الانذارات كل شيء متساويين. يعني ركلات الجزاء هي سبحان الله هي اللي عدلت، هي اللي عدلت. نعم انا ربما انا هنا نعم اول شيء بس مش الكامل تبعنا يعني بس لا لا هي كل الفرق وتلعب بالرديف، كل الفرق تلعب بالرديف. اول شيء شباب، اول شيء يعني المباراه ما ارتقتش المستوى اللي احنا باغيين، فهمت؟ لا مغرب لا جزائر، يعني لا احنا لا هم، فهمت؟ احنا بنقول احنا مبروك للجزائر، هارد لك للمغرب. ربما من الكابتن سمير صبري المحلل الرياضي والمدرب الحالي. يعني انت وماله انت موجود، اهلا وسهلا. عاوز تقول كلمه بسرعه سريعه؟ تفضل. انا والله فلسطيني. نعم. انا اعرف انه الشعب المغربي يحب فلسطين والجزائري بيموت في فلسطين. نعم. فيعني انا في قلبي محترمه بين الطرفين، وحقيقه تعبوا كلاهما، يعني عن جد تعبوا بكل حق، يعني تعبوا تقدير وسهلوا تحيه الفريقين، سهلوا تحيه كلهم. نعم. لكن حقيقه يعني اللي حكم بالعدل هو الأخير يعني النهائي. نعم. لأنه كان مبني على فعلا تدريب حقيقي. شكرا لك.
شكرا لك. ناخذ بس كابتن سمير عاوز يقول كلمه بسرعه سريعا بس خلاص. المقابله كانت متكافئه في كل شيء في كل شيء كانت متكافئه. شكرا على اللاعبين، شكرا على الجماهير، شكرا على هذه الروح القتاليه اللي كانت بين اللاعبين وبين الجماهير بين كل شيء. المباراه كانت صعبه، تحكمت فيها جزئيات بسيطه اللي هي ضربه ترشيح. مبروك للشعب الجزائري الشقيق. شكرا جزيلا الكابتن سمير. نتحدث، نترك الاراء العامه ونتحدث في كره القدم. كنا مع بعض في المباراة ورأينا مباراة متكافئة بشكل كبير جدا، كيف رأيت المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك طبعا للمنتخب الجزائري وهارد لك فعلا منتخب المغرب. ان البطوله هي خسرت منتخب المغرب. ادوا مباراه مميزه للغايه، اربع اهداف، متساويين في كل حاجه، جمهورين على اعلى مستوى، قمه في التشجيع، روح رياضيه بين اللعيبه، ايقاع عالمي، ايقاع فعلا. المنتخبين منتخبين اوروبيين عملوا شكل اكثر من ممتاز، مميزين للغايه. حتى التنافس داخل الملعب في المواجهات الثنائيه، الانتقالات كانت مميزه اكثر من ممتاز، شكل واداء مميز. يعني ده انا اقول لك ان الشكل كان فعلا فريقين، يعني ده فعلا نهائي مبكر بين منتخبين عظام هم المغرب والجزائر. الحديث عن انه الجزئيات، كابتن وسام اتفضل معانا كمان. كابتن وسام قال لنا اتفضل. كابتن وسام، كابتن سمير وكابتن وسام، انتوا النهارده كنتوا منورين يعني، وطبعا شيء جيد جدا. كابتن سمير كان بيتكلم انه المباراه كانت متكافئه جدا. لا، مباراه قمه صراحه، مباراه مميزه، شفنا كره قدم متطوره. الفريقين مثل ما توقعنا قبل انه هو نهائي مبكر، الفريقين ادوا اتجاهات تكتيكيه حديثه رائعه وحلول مختلفه. صراحه الفريقين كانوا يستحقون التاهل، لكن هي ضربات الجزاء. انا يعني اذكر اسماء واسال انتوا الاثنين. كابتن سمير لما اقول بليلي افضل هدف، يعني من اجمل الاهداف اللي انا شفتها في حياتي، وهو اللي عمل الفارق لمنتخب الجزائر مع ياسين عموته قاد مجموعه من الشباب بطريقه رائعه، وكانوا جماعيا من افضل فرق البطوله، وحقيقة على هذا الاداء وهذه القياده. ياسين ابراهيمي موهبه فزه وفرقت جدا جدا مع منتخب الجزائر، وبليلي وياسيني هم اللي احدثوا الفارق لمنتخب الجزائر. أنس حارس مرمى المغرب. حارس مرمى أعتقد عنده إمكانيات جيدة وعنده شخصية جيدة، وما أعتقد نقدر نحمله المباراة بسبب الهدف الثاني، لكن أعتقد حارس إلى مستقبل جيد، وإن شاء الله نشوفه المستقبل في كأس العالم في البطولات الكبرى. كابتن سمير، الآن أصبحت يعني كابتن وسام الحديث عن مباراتين صعبين، منتخب القطري سيواجه شقيقه الجزائري، والجزائري سيواجه القطري في مباراة صعبة. يعني كيف ترى؟ هتبقى صعبة جدا، فريقين بيلعبوا بنظام لعب مختلف، وفريق بيعتمد على اتجاه تكتيكي اللي هو منتخب قطر على التحولات أو الكاونتر أتاك، أما الفريق الجزائري بيعتمد على الهجمة المنظمة والتغيير مسار الكرة والبحث على الثنائي اللي هم عاملين الفارق لمنتخب الجزائر، هو ياسين إبراهيمي والبلايلي. كابتن سمير احنا بنشكرك على وجودك معنا. معنا قبل المباراة وبعد المباراة. شكرا جزيلا. كابتن وسام تفضل معنا في السيارة. كابتن سمير جه معنا وحضرتك تفضل معنا. يلا شباب. كابتن وسام تفضل معنا. كابتن وسام، الآن الحديث عن هذه المباراة، هذه المباراة تحديدا كانت يعني أوفت بعهودها كما قال، يعني مباراة أوفت بعهدها، متكافئة، أداء قوي من الفريقين، فريقين كانوا متنافسين. الحقيقة المباراة القادمة منتخب مصر مع منتخب تونس، كيف ترى؟ طبعا تفضل كابتن وسام. كابتن وسام، مباراة المنتخب المصري مع منتخب تونس كيف ترى؟ اعتقد راح تكون قمه مثل ما شفنا قمه المغرب والجزائر. الفريقين يمتلكون حظوظ في الوصول الى النهائي، الفريقين يمتلكون حلول جماعيه وفرديه ممكن انه ينهون المباراه، ممكن نشاهد مباراه مفتوحه، او ممكن نشوف التحفظ والوصول الى الاوقات الاضافيه. كل شيء متوقع من هذه المباراه، حلول اللعب الهجوميه للفريق المصري متنوعه، حلول اللعب ايضا والمرونه التكتيكيه للفريق التونسي ايضا حاضره، فبالتالي اعتقد راح نشوف مباراه جيده جدا من ناحيه الاداء الفني. نعم.
الحديث عن اليوم الجماهير يعني على قد ما يعني او بقدر ما الجماهير سعيده بفريقها، لكن هناك حزن من المنتخب المغربي. هل فعلا المنتخب المغربي لولا اصطدام الجزائر كان ممكن ان يصل ابعد؟ اعتقد هذا الشيء صحيح. من حق الجمهور المغربي انه طبعا مشاعره انه يزعل على عدم وصول الفريق المغربي الى الدور نصف النهائي اللي كان يستحق الوصول الى هذا الدور، لكن يجب ان ينظر الجمهور المغربي الى الجانب المشرق. شفنا لاعبين شباب قدموا اداء عالي، شفنا لاعبين في مراكز ايضا اصبحوا بدلاء للاساسيين، فبالتالي ننظر للجانب المشرق، وايضا الفريق المغربي في المستقبل راح يكون له شان مع هذا الشباب. الحديث ايضا عن مباراة قطر وايضا مباراة الجزائر، كيف ترى مباراة قطر والجزائر؟ راح تكون قمة بين بطل آسيا واحد ابطال افريقيا، فهنا ثقافات كروية مختلفة، اصلا اسلوب اللعب مختلف بالنسبه للفريقين، نظام اللعب ايضا مختلف. راح نشوف مباراه تكتيكيه اكثر ما هي فنيه، راح تكون قراءات وتحليل من المدربين خلال المباراه، الفريقين يعرفون بعض، فبالتالي راح نشوف مباراه تكتيكيه من عاليه جدا. يعني توقعاتك لمباراه الدور قبل النهائي؟ نتكلم على الجزائر وقطر، ممكن انا ارشح المنتخب القطري. قطري نعم. تونس ومصر؟ تونس ومصر، يمكن اعطي المنتخب المصري الرصيد. رغم الإصابات في المنتخب المصري؟ رغم الإصابات استراتيجية واحدة، والبدلاء أثبتوا وجودهم مثل ما رفعت نعم. لما نزل اليوم سجل هدف وصنع هدف. نعم. يعني هو فعلا حقيقة اللي حصل اليوم أحمد رفعت وأيضا داود سجل، يعني البدلاء سجلوا. البدلاء هم اللي حسموا الموضوع، فبالتالي أعتقد روح الفريق وبناء الفريق حاضر بصورة جيدة مع المنتخب المصري. الجماهير الكبيرة، السلوك في الملعب اليوم، التنظيم اليوم، كان هناك سلوك رياضي راقي جدا بين الفريقين والجماهير. طبعا الجماهير يمكن نقدر نقول من أروع الأشياء الموجودة في هذه البطولة. الجماهير قدمت لوحات من التشجيع الراقي، كانوا مثل مباراة اليوم الجمهور الجزائري والمغربي كانوا أخوان يعني بصورة جدية، كلماتهم الرائعة لبعض، تشجيعهم واللوحات اللي قدموها شيء أضاف إلى قيمة المباراة وإلى هذه القمة اللي كانت عالية من ناحية المستوى. أيضا الجمهور أضاف مظهر إضافي بهيج للمباراة هذه. شكرا لك كابتن أسامة على وجودك معنا. مشاهدينا، تاكسي المونديال اليوم كان في محطة، آخر محطة في دور الثمانية أو الدور ربع النهائي. سنكون معكم في مباراتي الدور قبل النهائي أو سيمي فاينل، مباراتي قطر والجزائر، الجزائر وقطر، تونس ومصر، مصر وتونس. كونوا معنا دائما في تاكسي المونديال على شاشة الجزيرة مباشرة. برنامج برعايه